اخر حاجه نتكلم عليها اللوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن فيري سمبل. ما معناها؟ معناها شرطها انه معايا وان اوت كم، وان وان اوت كم يا ياس يا نو. كويس؟ اذا معايا وان اوت كم، الاوت كم ذا يا ياس يا نو، ومعايا اكثر من اللي هو الفاريبلز. بس الفاريبلز دول قد مالتي فاريت، قد يكونوا اثنين، قد يكونوا ثلاثه، مالتي فاريت. حتناولهم الان. الان مش قدامكم السموكينج هو واحد من الـ الانفاريبل، والسموكينج ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف، الدرينكينج كافي ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف، والايج ده كوانتيتيف. فواضح انها مالتي فاريت. المالتي فاريت دي عاوزه تدخل في معادله عشان تطلع لي الافكت بالنسبه للنج كانسر اللي هو الاوت كم ياس ونو. مش قلنا الاوت كم يضوي يكون ياس ونو؟ شوفوا المعادله اللوجيستيك ريجريشن ايش فائدته. بحال لما نعمل احنا باي فاريت يطلع سيجنيفيكانت. يعني مثلا حنشوف الان حيطلع مثلا الدرينكينج اوف كافي سيجنيفيكانت مع اللنج كانسر. وعلى فكره طلعت سيجنيفيكانت لما تكون باي فاريت. لكن لما تدخل كل المالتي فاريت مع بعض تجي لها معادله تعمل لهم كلهم خلط وتطلع اللي هو سيجنيفيكانت حقيقي والنون سيجنيفيكانت تخرجه. تطلع المتهم الحقيقي بالضبط. واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، واما الزبد فيذهب جفاء. اذا اللوجيستيك ريجريشن شروط استخدامه ان يكون معايا وان اوت كم، والوان اوت كم ذا يا ياس يا نو، ولا بد ان يكون معايا مالتي فاريت اناليسيس. السموكينج ذا مالتي فاريت، والدرينكينج كافي لما نجمعهم مع بعض، والدرينكينج كافي والايج كلهم دول مالتي فاريت يدخلوا في مفرمه واحده ويطلع لي من هو السيجنيفيكانت من كل الفاكتورز دي. لانه لما يكون لوحده قد يكون فاريبل راكب على فاريبل ويطلع لي سيجنيفيكانت وما هو سيجنيفيكانت زي ما حنشوف الان. كرايتيريا استخدام اللوجيستيك ريجريشن وان اوت كم، والوان اوت كم ذا يكون ياس يا يكون نو. طيب الان اول نقطه في منتهى الاهميه، ما يمكنش ادخل اي عامل في اللوجيستيك ريجريشن الا اذا كان سيجنيفيكانت. فشوفوا السموكينج مع اللنج كانسر سيجنيفيكانت، ده اذا يدخل اللوجيستيك ريجريشن. اذا قبل عمل اللوجيستيك ريجريشن اتاكد انه الفاريبلز حقي انها سيجنيفيكانت، لو كان نون سيجنيفيكانت ما يدخلش. جميل. شايفين الكافي درينكينج كمان سيجنيفيكانت، اذا يدخل. وكمان الايج سيجنيفيكانت. الميزه الوحيده اللي عاوزينها عشان نعمل لوجيستيك ريجريشن مضبوط ان تكون السامبل سايز عاليه لكل بوزيتيف. مش معانا الان سموكينج، كم في السموكينج البوزيتيف اوت كم؟ معانا درينكينج كافي، كم من الدرينكينج كافي بوزيتيف الاوت كم؟ لابد تكون دي النسبه عاليه من السامبل سايز عشان يطلع لنا اللوجيستيك ريجريشن بشكل صحيح. طيب شوفوا الان عملناهم مع بعض، مش دول مالتي فاريت اللي هي الكافي درينكينج والسيجريت. شايفين الاودز ريشيو؟ شوفوا الكافي درينكينج كيف طلع؟ ايش يقولوا؟ نون سيجنيفيكانت. بينما تعالوا نرجع نشوفه قبل شويه سيجنيفيكانت. فشوفوا لو مكان بايفري طلع سيجنيفيكانت، لو ما دخلناه في المفرمه حق اللوجيستيك ريجريشن اللي يتعامل مع كل الفاريبل طلع نون سيجنيفيكانت. وذا اللوجيك لانه فسروها كيف؟ فسروها قالوا الحمد لله اللي عافانا ما ندخل الحمد لله. قالوا الاصحاب اللي يدخنوا عندهم مزاج لو ما يدخن ضروري يشرب. لا احنا في شاي خذوا كوفي. فيشرب كوفي مع السيجاره. فلما راحوا يشوفوا الريليشن فطلعت الكوفي سيجنيفيكانت، اذا كانت راكبه على السموكينج. لكن لما دخلناهم في مفرمه اللوجيستيك ريجريشن اتضح انه انها الكافي درينكينج انها نون سيجنيفيكانت وبالتالي خرجت. لا تنسوا شوفوا الكونفدنس انترفال واضح، مع انه الاوز ريشيو 0.5 لكن واضح انها نون سيجنيفيكانت. ولا تنسوا القاعده دي، اذا كانت البي فاليو نون سيجنيفيكانت ما عاد اشوفش الاوز ريشيو خالص، حتى لو كان 10 ما عاد اشوفش خالص، لان العلاقه اساسا باي تشانس. جميل. هنا شوفوا اذر، هنا ميكستشر للكونتينوس داتا ونومينال. اللي قبله كان فقط نومينال. فاللوجيستيك ريجريشن ممكن ادخل في كونتينوس داتا، ممكن ادخل في نومينال داتا ومالتي فاريت. شايفين كيف طلع كلهم؟ طلع لي نون سيجنيفيكانت اللي هو العمر مالوش دعوه خالص،
السموكينج طلع سيجنيفيكانت والشيستوزوما مثلا طلعت سيجنيفيكانت. دي بالنسبه للموضوع اللوجيستيك ريجريشن